هذا المستشفى الإنسان يشعر أنه إنسان في وقت قل فيه الاعتبار لهذا الأمر. الدار الإفتاء المصرية أفتت بالتبرع من الزكاة فضلا عن غيرها. إذا أردت أن تطمئن تبرع لمثل هذا المستشفى. ويجوز التبرع لها من الصدقات والزكاة أيضا حتى تستمر في تقديم الخدمة لأبنائنا ولأولادنا من كل أنحاء جمهورية مصر العربية. هناك قسم للزكاة يصرف هذا القسم في مصارفه الشرعية، وعلى هذا الأساس فالدعوة تكون عامة لكل ما يقدمه الإنسان من زكاة أمواله أو من الصدقات التي يتطوع بها أو من الهبات أو ما شابه ذلك مما يمكن أن يقدمه الإنسان لهذا المستشفى، ما دام أن هذه الزكوات تصرف في مصاريفها الشرعية. إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث. أول حاجة الصدقة الجارية. مين عايز يعمل صدقة جارية؟ مين عايز يعمل سرير؟ مين عايز يساهم في علاج مريض؟ وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هذا عمل خير، ومن المعلوم أن أعمال الخير تبقى لصاحبها. والله عز وجل يقول: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. مؤسسة مستشفى 57357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف الحياة.